مشاهدينا مساء الخير، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من خلاصه الكلام. على مدار الاسبوع اللي فات حصلت احداث كتير جدا وملفات كتير جدا هنناقشها النهارده، ولكن هبتدي باهم حدث حصل الفتره اللي فاتت وعمل حاله من الجدل الكبيره جدا على السوشيال ميديا في العالم كله مش في الوطن العربي بس، وهو الاحداث اللي حصلت في هولندا في امستردام. ايه اللي حصل بالظبط؟ ناس كتير مش فاهمه ايه اللي حصل. اللي حصل انه كان في ماتش كوره مهم جدا ما بين فريق مكابي تل ابيب اللي هو في فلسطين المحتله، وما بين فريق اياكس امستردام، والماتش ده كان مقره فين؟ في هولندا، في امستردام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه قبل ما الماتش يبتدي طلبوا انه يقفوا دقيقه حداد، طلبوا انه يقفوا دقيقه حداد على ارواح الناس اللي راحت في فالنسيا في اسبانيا في الفيضانات، يعني مش في غزه خالص، مش في احداث غزه ولا في الناس اللي استشهدت في غزه، لا ده على طلبوا دقيقه حداد الناس تقف وتلتزم الصمت الجماهير عشان دقيقة حداد على الناس اللي ماتوا في فالنسيا في الفيضانات في أسبانيا مش غزة. تمام؟ الجانب الهولندي التزم الصمت، وقفوا دقيقة حداد على الناس اللي ماتت في الفيضانات في أسبانيا، والجمهور الإسرائيلي اليهود ما التزموش الصمت وما احترموش اللحظة دي للناس اتوفت، فكانوا واقفين دقيقه صمت حداد ما التزموش وقعدوا يضربوا شماريخ ويزعقوا ومش عارف ايه والموت للعرب. انتوا في ماتش في هولندا، الموت للعرب ويضربوا، ما التزموش الصمت، ما احترموش حد، ما بيحترموش حد، ما بيحترموش حد خالص. المهم الماتش خلص وخسروا تقريبا 5-0، يعني اساسا طالعين خسرانين. تمام؟ الجانب اللي هو الاسرائيلي الاول، تمام، مشي في الشوارع بتاعه امستردام اعمال شغب بقى، وماشيين كلهم يهتفوا الموت للعرب، الموت للعرب، مش الموت لفلسطين ولا الموت لغزه، لا الموت للعرب كله، الموت للعرب والجيش الاحتلال مش عارفه هيعمل ايه في العرب، كلام ما ينفعش اقوله اساسا على ايه، على الهوا ولا على شاشه، كلام عيب. وقعدوا يستفزوا في الناس. طيب مين هناك وحاضر الماتش؟ الجاليات كمان العربية اللي موجودة في أمستردام، في جاليات مغربية، في جاليات جزائرية، في جاليات تونسية، ولكن أكثرهم الجاليات المغربية اللي كان ليها موقف كبير جدا. لما شافوا أعمال الشغب دي وعمالين بيهتفوا ضد العرب وعمالين الموت للعرب وكذا وكذا، وفي أساسا حقد وغل وكره من الأحداث بتاعت غزة ولبنان مؤخرا والموت للأطفال وكذا وكذا، طلعوا بقى كمان الـ 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 الإسرائيليين يطلعوا يشدوا من على مبنى عمارة، مبنى سكني معلق علم فلسطين، يطلعوا يشدوا يقطعوا. بص التعدي، بصي بيتعدوا ازاي على الناس. تحس ايه وانت فاكر نفسك في تل أبيب؟ انت فاكر نفسك في فلسطين المحتله؟ انت في بلد تانية، دي مش بلدك. هم بيتعاملوا ببجاحه مش طبيعيه، همج ماشيين، وشوف الثقه اللي بيهتفوا بيها، الموت للعرب، الموت للعرب، العرب كلهم، الموت للعرب. ما هم عندهم العربي الميت، العربي الجيد هو العربي الميت، ده مبدا عندهم. تحس مش عارفه الخسه والنداله في الناس دي، الناس ازاي كده؟ انتوا ايه بتتربوا عليها ازاي الخسه دي والنداله دي؟ الفكره بقى ان انت ما تلاقي اوروبا او امريكا بتدافع، وبتكلم على الحكومات ما بتكلمش على الشعوب، بتدافع عنهم. ده يا جماعه هم بعد ما يعني بعد الموت، انتوا فاكرين بعد الموت بالعرب بالنسبه لهم، انتوا المسيحيين بالنسبه لهم تمام اوكي، يعني ما الموت ليكم انتوا كمان، هم شعب الله المختار، هم احسن حد، انتوا كلكم مالكوش لازمه، وهم اساسا كلهم قله قليله، يعني انا مش فاهمه الثقه دي هم جايبينها منين. المهم بعد احداث الشغب اللي عملوها دي، عشان الناس اللي مش فاهمه والبجاحه دي،
الجاليات بقى العربية اللي هناك وخاصة المغربية مسكوهم فرموهم فرموهم، منهم اترمى في النيل هناك، واترمى في النيل وإيه، وقال له مش هتطلع غير لما تقول فري بالستاين، الحرية لفلسطين، فري تقول فري بالستاين الأول. ماسكين واحد كانوا بيضربوه إسرائيلي بيقول له قول فري بالستاين، يقول له طب أنت لو عايز فلوسي خدها، خد فلوسي وسيبني. هو عنده القضية قضية، أنت فاكر القضية قضية فلوس؟ هو ماسكك بيضربك عشان فلوس، هو ماسكك بيضربك عشان أنت إيه الأدب؟ تتعدى على الآخرين. فهي القصة المبدأ عنده مش مبدأ فلوس، بس بص هو دماغه واخده فين؟ خد فلوسي وسيبني. قال له قول فري بالستاين واسيبك. ده واحد تاني قال له فري بالستاين. وتشوف بقى الرعب اللي هم فيه، مرعوبين جبنة. تقولش اللي هم بالطريقة اللي كانوا بيهتفوا بيها في الاستاد ولا بيهتفوا بيها وهم خارجين، فين الشجاعة بتاعتكم؟ ايه الرعب اللي مرعوبين بيجروا؟ المهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعت لهم طيارتين عشان ياخدوهم يرجعوهم. ليه؟ مش عارفين يركبوا طيارات عادية، خايفين مرعوبين يركبوا طيارات عادية، فطبعا بعت لهم طيارتين. وزير الخارجية الإسرائيلي قال لنظيره الهولندي إنه ما ينفعش كده، ودي أمانة ولازم توصل الناس آمنين ومش عارف إيه والكلام ده كله. 15 واحد اتصاب، ولحد آخر حاجة إحنا سمعناها إنه في 7 مفقودين، من 15 ل 20 مصاب و7 مفقودين خالص، فقدوا التواصل معهم، مش عارفين هم راحوا فين ولا ايه اللي حصل لهم بالظبط. الارض العربيه والاجنبيه رفضاهم، مرفوضين، منبوذين، مكروهين. كميه الفيديوهات كمان اللي نازله بتلاقيها على التيك توك وبتلاقيها على اليوتيوب، الويتر اللي كانت في ستاربكس في بلد من البلاد، وواحد اسرائيلي قاعد وبيقول لها دول بيضايقوني، ما عرفت ان هو اسرائيلي، قالت له اطلع بره، مش هتدخل اطلع بره. مكروهين، مرفوضين في الارض، الارض رفضاهم، نبذاهم من اجرامهم، من الاجرام اللي هم فيه. فكده طبعا هم مفيش امان بقى. ده مش بس مفيش امان في فلسطين المحتله والمستوطنات اللي عايزين ياخدوها، لا ده مفيش امان ليكم في حته على الارض، هتروحوا الناس هتقطعكم هتاكلكم، الناس مغلوله منكم اللي بتعملوه. كان في ماتش ما بين نفس الفريق، فريق اللي هو تل ابيب ده اللي هو مكابي ده، مع فريق تركي، وكان هيتلعب عفوا في تركيا، هغيروا قالوا له لا نلعب، قالوا لا نلعب في مكان محايد. خايفين خايفين، بصوا وصلوا لحد فين، خايفين يروحوا. هتروحوا فين؟ هتقولوا جنسيتكم ايه؟ كنتوا الاول بتسافروا بره وبتقولوا انا فلسطيني، ما بتقولش انا اسرائيلي، دلوقتي حتى مش هتعرف تقول انك فلسطيني. فهي الارض كرهاهم ونبذاهم وطرداهم، الأرض العربية والأرض الأجنبية، ناس منبوذة ومكروهة، وناس كتير جدا فرحت في وحيت الجاليات المغربية اللي موجودة في أمستردام على الموقف اللي خدوه، والجاليات العربية اللي موجودة طبعا في أمستردام الناس شكرتهم والناس فرحت بيهم إن هم خدوا موقف. لو تشوفوا الشخص المغربي لو هو ماسك الإسرائيلي بيقول له انتوا بتقتلوا الأطفال، انتوا بتقتلوا الأطفال، يضربوا ويقولوا قول فري بالستاين. فده موقف الشعوب من الناس دي، ده موقف الشعوب من المجرمين دول، دول مجرمين، وده موقف الشعوب منهم. والناس ما بتنساش ومش هتنسى دم الأطفال والنساء وشهداء غزة ودلوقتي لبنان كمان. فكانت ده موقف الناس خدته والشعوب خدته، حبينا ان احنا نقوله ونوضح الصوره، لانه في ناس ما كانتش فاهمه الصوره بالظبط وما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل. بعد كده الملف اللي جاي ده ملف للاسف عن حادثه مؤسفه جدا، وحادثه انا شايفاها من وجهه نظري ما تقلش حاجه عن سفاح التجمع، وبالصدفه انه بطل الحادثة دي كمان مش مصري ولكنه عايش في مصر، هو أجنبي، شخص أجنبي.
طول عمره عايش بره، يعني هو اجنبي ومعاه الجنسيه المصريه لكن هو طول عمره كان عايش بره وجي مؤخرا على مصر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه طبيب نسا، طبيب نسا عايش طول عمره بره مصر. شوف التشوهات اللي بتجيلنا من بره شكلها عامل ازاي. اللي معروف عنه هنا في مصر ان هو عنده 3 بنات، مقتدر ماديا، مدخلهم مدرسه انترناشونال في التجمع الخامس. الشخص ده اتضح او ظهر ان هو بيعتدي على بناته جنسيا. 3 بنات، كارثه طبعا، حادثه كبيره جدا هزت التجمع الخامس. الراجل ده اتحكم عليه ب 15 سنه سجن، 15 سنه سجن، والحكم كان سريع والتحقيقات كانت سريعه لانه قضيه تهز، قضيه تخض. فطبعا القضاء المصري وسرعته في اتخاذ القرارات وسرعته في الاحكام وخاصه في القضايا اللي زي دي حاجه طبعا مهمه ومحترمه جدا. المهم ال3 بنات دول بيتعلموا تعليم كويس جدا وفي مدارس غاليه جدا، ابتدوا يستنجدوا، ابتدوا من البنات كانت صغيره في الاول فما كانتش فاهمه، ابتدت اما البنات تكبر تفهم اللي بيحصل فيها، ابتدت تستنجد بالناس اللي حواليها، ابتدى الناس اللي حواليها يساعدوها. طب لازم تثبتوا ان ده بيحصل، اثبتوا ده وراحوا اتقدموا ببلاغات، اتقبض على الاب. التفاصيل طبعا بتاعه القضيه تفاصيل مرعبه، لما تقرا تفاصيل القضيه تفاصيل قاسيه جدا جدا ومرعبه جدا جدا. خلوا اب بيعتدي على بناته جنسيا، موضوع مرعب وهو اجنبي، 3 بنات. لما جينا دورنا في تفاصيل القضيه لقينا انه البنات دي، هو شوفوا التشوه اللي بيجي لنا من بره برضو. حضراتكم عارفين طبعا البنوك اللي بره اللي الناس تروح هناك فتشتري البويضات او تشتري مش عارفه ايه عشان تخلف عيال. فطبعا هو اشترى البويضات دي وجاب البنات دول. اتضح ان هو البلد الاجنبي اللي كان فيه كان متجوز فيه وعنده بنت من مراته، حاول يعتدي عليها فمراته طبعا ما سكتتش وطردته بره البلد. لما طردته بره البلد طبعا جيب البنات دول اللي هو جايبهم عن طريق البنك وعن طريق البويضات اللي هو شاريها. طبعا هو حادثه مؤسفه جدا. المهم احنا معانا دلوقتي شاهده عيان، انا مش هقول اسمها الحقيقي لان حفاظا عليها، ولكن هي يعني في تفاصيل القضيه دي من بدايتها انا هسميها مي، ولكن هي اسمها مش مي، انا عارفه هي مين واحنا عارفين هي مين، وهي يعني كانت طرف اصيل وشاهد اساسي في هذه القضيه. يا مي. ايوه. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا قضيه كبيره جدا وقضيه مرعبه، ولكن الجيد ان هو خد 15 سنه سجن، وطبعا في نقض طبعا بعد كده، ولكن انا شايفه انه الحاجات ثابته عليه. ادينا تفاصيل اكتر يا مي، ايه التفاصيل اللي عندك وبدايتك مع في معرفه البنات دول، 3 بنات دول؟ ال3 بنات دول جات لي بنت هربانة من باباها في رمضان 2023. أيوة. من خلال كلامي معاها كنت لاحظت إن في تفاصيل خاصة بالموضوع ده، يعني بدأت أستوعبه من كلامها معايا. أيوة. إن هي هربانة، باباها بيضرب إخواتها وحبسهم هما الاتنين في أوضة. أه. وبعدين عدى وقت وكان حصل مشكله بين باباها وبين والدين، واتهمهم اتهامات خطيره ما عرفوش يثبتوا منها اي حاجه في المدرسه. اتهم لا قولي تاني الحته دي، مين اتهم مين؟ الاب اتهم والدين من المدرسه عندهم، لكن حقيقه ما فيش حد قدر يثبت اي حاجه في الاتهامات دي، وعايز يشيل التهمه من عليه. يعني هو ابتدى يحس ان البنات كبرت وهتتكلم فعايز يشيل التهمه من عليه. هو الحقيقه كان بيحاول يهدد البنات انه تعترف ان في حاجه حصلت بينها وبين الولاد دي، وهددهم فعلا، وفي منهم واحده كانت اتكلمت وقالت انه حاطه السكين على رقبتها في البيت وهي اضطرت تقول كلام ما كانش بيحصل، بس برضو في الاخر ما قدروش يثبتوا اي حاجه. تمام. مع الوقت انا كنت فهمت ان البنت اللي كانت هربت وجات لي دي واتكلمت معايا ان هي البنت الوحيده اللي كان بيحصل معاها الكلام ده، واخواتها ما كانوش في الصور. بس بعد القضيه بتاعت الولدين دول
البنات بدأوا يدخلوا في الصورة وبدأوا يفهموا ايه اللي بيحصل. أيوة. لكن هو كان فيه اوريدي حاجات يعني زي تحرش، حاجات كده كانت قبل الفترة حتى اللي تم فيها الاعتداء على أخت بنت. هما أيوة. 3 أخوات بنات توأم اه ملهمش أم، ودي كانت صدمة بالنسبة لي. ما البنت قالت لي احنا ملناش أم، قلت لها ازاي؟ قالت لي احنا بابا عملنا في بنك البويضات وكان ايوه لنا الرحم المؤجر، اه واحنا كنا عايشين مع مرات بابانا، وحصل مشكلة كبيرة هي ما حكتليش حقيقة ايه. هو هرب هم لان هي بلغت البوليس بسبب ما، يعني كانت بتتكلم كانه عشان ضرب البنت يعني. بس اتضح في الاخر ان هو كان بيحاول يعتدي على بنته كمان اللي هناك. وهو جاي هربان من هناك، وهو وصل لاتفاقيه مع مراته ان هو يبعت لها فلوس وان الموضوع ينتهي على كده. سبحان الله ان الام اللي هناك دي ما خافتش يا عيني على البنات الثلاثه، يعني هي يعني لا هي حامتهم. لا يعني الكلام اللي وصلني من البنات ان هي قالت له مالكش دعوه ببنتي، انت عندك بناتك التانيين انت حر فيهم، كمان خدهم وامشي. كمان يعني اللي حصل بعد كده انه بعد القضيه اللي انتهت بانه ما فيش اي حاجه دي، كان ليها زميل فجه اتكلم معايا وقال لي كذا كذا كذا. قلت له والله احنا ملناش ان احنا نعمل غير ان احنا نبعت للسفاره. انا كنت فاكره السفاره ممكن يبقى لها يد تساعد. يعني. ايوه فبعتنا للسفاره، حقيقه السفاره حاولت تعمل حاجه لكن هم مش سلطتهم انه يتدخلوا، لانه في جنسيه مشتركه، فكان لازم يبقى عن طريق الشرطه والشرطه هي اللي تستدعي السفاره. كان ليها طريقه فهم وضحوا لنا الدنيا تمشي ازاي، واحنا يعني اديناها يعني هي ولد اداها تليفون عشان قال لها لو كده صوري، يعني احنا عارفين ان حاولي ممكن تصوريه تصوير وهو بيعمل كده عشان خاطر تثبتي الواقعة. احنا ايوه عارفين ان التصوير ممكن ما ياخدش حقه قوي لكن هيثبت حاجه يعني. هيثبت طبعا. فراح فعلا بنت حاولت تصور كذا مره ما قدرتش، باباهم مزن عليهم جامد، بس مره جت صورت وبعتت للضابط، كان قريب صاحبتها او حاجه كده، انا ما عنديش فكره قوي عن تفاصيل الضابط. وفعلا قدموا لها البلاغ واستدعوا السفاره، والسفاره وقفت مع البنات كتير قوي، وقفت معاهم جدا لغايه ما خلصوا القضيه. للاسف انه الضغط على بنتين، يعني انا مش عارفه منين بصراحه، منهم ان هم اتنزلوا، عشان كده الموضوع وصل ل 15 سنه مشدد. يمكن عشان موضوع مادي، محتاجين ان هم يكملوا تعليمهم، محتاجين ان هم مثلا يسافروا. والله جايز انا مش عارفه ايه التفاصيل بتاعت البنتين دول، لاني انا يعني دايما بس بتخيل حتى لو يعني هم اتنازلوا عن حقهم الدولة نفسها مش هتتنازل عن لا ما هي حقها. دي فعلا دي حقيقه. ايوه البنت الثالثه رافضه التنازل خالص. ايوه البنت دي اللي صورت الفيديو، فاعتقد انه يعني هي متمسكه قوي بالموقف. هما البنات دول عندهم قد ايه، كام سنة؟ حاليا عندهم 17 سنة. وبيحصل فيهم كده من هم عندهم كام سنة، عندك معلومة؟ انا اللي اعرفه ان التحرش بدأ من سن 8 سنين. كام سنة؟ 8 سنين او 8 9 سنين. سنين انه كان. وبعدين يعني انا من اللي انا عرفته ان هو مش فكرة انه لما شافهم مع الولدين فقال انا اولى، لان الكلام ده اتقال كتير قوي. اللي انا اعرفه ان في بنت منهم كان من قبل الموضوع ده، فاذا هو من قبل 2023. لا وبعدين انا عنده حادثة في البلد اللي هو كان فيها، اللي هو منها عنده حادثة بس تانية ان هو بصي كان انا بيعتدي برضو على بنته والست. الكلام، انا الكلام واصلني من بنت منهم، طب لكن انا عايزة I'm اسألك not سؤال، sure. عايزة اسألك سؤال. انا عارفة ان هو اعترف، انا عارفة ان الاب اعترف في المحكمة ان هو عمل اعترف كده. دي حقيقة. غريبة انه اعترف، اعترف ليه؟ هو اعترف اعترافات غريبة ومتفرقة يعني. مرة قال أنا لما شفتهم مع الولدين قلت أنا أولى، هو لكن اعترف هو من بكده أنواع في المحكمة، الاعترافات. قال كده ولا في يعني تحقيقات أنا النيابة؟ حسب اللي قريته يعني. في مرة راح قال أصل أو اللي أنا شو اللي أنا قريته عن كلام تاني يعني، في أوراق في أيوة. حاجات في القضية،
انه في مخدرات ومش مخدرات، وطبعا غير كلام غير صحيح. الراجل ده عاقل جدا يعني، دماغه متوازن. لا دماغه طبعا اللي يروح يجيب بويضات ومن البنك البويضات ويعني ده رفاه. وبعدين انا سمعت كمان ان هو عنده اولاد تانية في البلد اللي هو كان فيها. انا سمعت ان هو عنده 18 ولد وبنت من المويضات، هم يعني اجمالي 18 بالثلاث بنات، يعني ابعاد 15 وكلهم بلا ام. لا كلهم زيجات الا الثلاث بنات دول. الثلاث بنات دول بس هم اللي بالبويضات اللي من ان البنك. هو يجيب حد ما لهوش اهل يسالوا عليه. ايوه لكن التفاصيل كلها يعني هو في التحقيقات قايل انه ان هو لما شافهم مع الولدين دول اضطر يعمل كده. بس انا اللي اعرفه انه البنت جات لي في رمضان 2023، ده كان قبل الكيس بتاعتي. انا عارفه ان هي قالت لك ان هو بيحاول يعتدي عليها من زمان، وكانوا بيعتدي هو عليها من زمان او انه بيعمل الكلام ده. طب انا بس التحقيقات اثبتت ايه؟ التحقيقات اثبتت ايه؟ التحقيقات نفسها اثبتت ايه؟ التحقيقات ما قالتش اي حاجه غير ان هو معترف بغض النظر. هو معترف. في بنت ما رضتش تتنازل، وعارفين ان البنات التانيه متنازلين تحت ظروف. والسفاره لحد دلوقتي واقفه جنب البنات؟ جنب البنات. يعني مش سايباهم؟ لا طبعا. طب مصير البنات ايه؟ هل هيترحلوا تاني على البلد اللي جم منها، ولا هيفضلوا قاعدين في مصر، ولا ايه؟ يعني تعرفي مصير البنات دول ايه؟ هم كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع مرات الاب انه هي تاخدهم، او هيضطروا يستنوا لغايه ما يتموا 18 سنه ويبعتوهم، او هيروحوا ليه لحد ما يستلم دار رعايه. دار رعايه هناك في البلد اللي هم منها. انا عارفه ان بالظبط. لا، او بيروحوا اسر بديله في البلد، في البلد اللي هم فيها ممكن يروحوا اسر بديله تتولى. بس اعتقد البنات يعني هم مش عايزين كده عشان ممكن يفرقوهم، ويعني انا شايفه ان هم كمان اتحرضوا لظلم جامد جدا. فكفايه طبعا كده. طبعا طبعا يعني انا شايفه ان هم طبعا انا شايفه ان هم دلوقتي تحت رعايه السفاره، مخليه بالها منهم كويس، عامله لهم حراسه كويسه، عامله لهم حراسه في البيت، ومقعده حد معاهم. يا مي، مقعده حد معاهم؟ لا انا ما اعرفش حد، بس انا عارفه ان عليهم حراسه ورقابه. طب وبيحضروا المدرسه عادي ولا مش بيروحوا لا المدرسه؟ لا، للاسف اول فتره حصل كده، البنات لما بدات تعترض وبدات يبقى لها علاقات باصحاب وكذا، هو خايف قعد بنتين منهم، عمل لهم هوم سكول وقعدهم في البيت تبع مدرسه معينه، بس هم هوم سكول. البنت الثالثه هو عشان كانت جامده شويه، فكان بيساومها دايما على موضوع انه هتعملي اللي انا عايزه، يا اما مش هوديكي المدرسه، فهي البنت كانت بتعشق المدرسه. انا سمعت كمان ان هو كان بيغير عليهم يعني جدا جدا. أيوة جدا، كان بطريقه صعبه لدرجه التهديد، بيهدد اصحابهم كلهم، مش عايز حد يقرب لهم خالص، مش عايز حد يتكلم معاهم. فطبعا الناس هتفتكر في الاول ان هو ان هو حقيقة اب قاسي شويه او حاجه، دول لكن عمر ما حد هيتخيل ان هو بيعمل كده فيهم يعني. لا 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 خالص، هم الولدين دول كانوا زملاء عادي جدا، وهو كان عايزهم يبعدوا، فاضطر ان هو يعمل يعني التصرف الغريب ويوصلهم للمرحله. بس كتر خيرك انك وقفتي جنبهم يعني، كتر خيرك انك وقفتي بصي جنبهم. هو مش انا لوحدي الحقيقه، في ناس كتير وقفت معايا، يعني زميلها اللي اداها الموبايل، ووالدته، وناس كتير وقفوا مع البنات، واحنا متعاطفين معاهم جدا الحقيقه. وهم يعني لولا البنت طبعا الثالثه دي، هي كانت يعني جات لها الجرأه انه تعمل كده، لانه اكيد لو كانت اتمسكت يعني كان ممكن يعمل فيها عمليه مش طبيعيه. فانا مش عارفه حقيقي يعني هي بطله الموقف يعني. ربنا يكرمها وربنا يقف جنبهم. ودول عدوا بظروف صعبه جدا، تخيلوا ام اب يعمل كده في بناته، تخيلوا احنا يوم القيامه قرب والله. فده طبعا مجرم، ده مجرم. ولكن هرجع واقول ان القضاء المصري انهى القصه دي بعنوان جميل اتكتب على الصحف كلها، وهو 15 سنه حبس مشدد لهذا المجرم. والحقيقه ان القضيه كانت الحكم فيها سريع جدا، والتحقيقات فيها سريعه جدا، وان البنات دي حقها رجع، والبنات دي خلاص دلوقتي بقت في امان والحمد لله. وده طبعا لأنه القضاء المصري قضاء سريع، وخاصة في هذه القضايا الشائكة اللي بتهدد أمن المجتمع المصري. وهرجع أقول أنه هو شخص مصري ولكنه أجنبي، كان عايش طول عمره بره، وهي دي التشوهات للأسف الشديد اللي بتجيلنا. طيب، في كمان
ممكن طبعا الاستاذ يسري البدري معانا دلوقتي على الهاتف، وهو مدير تحرير رئيس قسم الحوادث بجريده المصري اليوم، دايما بينورني. وهي اعتقد انه الجريده يعني الوحيده اللي اهتمت قوي بالخبر ده وتبعته وعارفه التفاصيل كلها عن القضيه دي. يا استاذ يسري. استاذ اميره مساء الخير، اهلا. مساء النور، اهلا بحضرتك. قضيه مرعبه، قضيه تخض، يعني قضيه تهز. انا لما قريت الاخبار ما كنتش مصدقه نفسي، ولكن يعني اكيد حضرتك عندك تفاصيل اخرى في هذه القضيه. والله هي مش تفاصيل اخرى، احنا الفتره الاخيره استاذه اميره شهدنا مجموعه من القضايا احنا بنقول عليها قضايا شاذه او قضايا غريبه على المجتمع المصري. كنا بنتكلم على السفاح وما تبعها هذه القضيه اللي اصدر فيها القضاء المصري الستار في فصلها الاول بالسجن المشدد على هذا الطبيب بتهمه الاعتداء على 3 بناته. هذا السجن المشدد هو اول درجه فعلا ليه حق ان هو يستأنف قدام محكمه الاستئناف على هذه القضيه، وليه حق بعد حكم محكمه الاستئناف ان يطعن بالنقد وفقا لما بس هو معترف يا استاذ يسري، هو معترف. احنا القضيه بدات يا استاذه اميره بمقطع فيديو. ايوه، مقطع فيديو وثقته احدى الضحايا لشقيقتها اثناء اعتداء والدها عليه. هذا المقطع عرض على احدى السفارات، تقدمت احدى السفارات ببلاغ. أيوه. بمجرد التقديم ببلاغ تم القبض على المتهم، تم توقيفه، تم يعني في اجراءات كثيره جدا وفي جهات كثيره جدا اشتغلت مع النيابه العامه في هذه القضيه. النيابه العامه حققت الواقعه في فحص لهذا المقطع اللي هو الدليل عليه، في خبير قارن صوته، في مندوب من السفاره حضر معاه التحقيقات. ايضا قدام المحكمه المتهم قال ان هو لا يجيد اللغه العربيه. المحكمه والبنات ما بتعرفش تتكلم عربي كمان، البنات مش عارفه تتكلم عربي خالص، كانوا محتاجين مترجم في المحكمه. بالفعل، وده المحكمه استجابت لده وجابته، بل ان المحكمه المصريه عملت حاجه يعني ما حبتش ان تكون الجلسه علنيه، ولكن عقدت داخل غرفه المداوله. ايوه. ليه؟ احنا بنتكلم على حياه خاصه، دول 3 فتيات موجودين داخل الدوله المصريه. ايوه. هيعيشوا داخل الدولة المصرية، هيتعلموا داخل الدولة المصرية، من غير المقبول تماما التفاصيل المرعبة طبعا اللي موجودة في التحقيقات. أيوة أيوة، تطلع على الملأ وتنشر بتفاصيلها. يعني المحكمة خلت الجلسة في غرفة المداولة حفاظا على خصوصية التحقيقات. طبعا. ودي مش المرة الأولى. طبعا. القضاء المصري عمل ده في وقائع كتيرة. طبعا. منها وقعة القضية الأخيرة، وقعة السفاح. طبعا. لكن اعترافات، والله يا أستاذ يسري ده ما يقل حاجة عن سفاح التجمع ده يعني. والله أنا عايز أقول لحضرتك، البنات كان يعني عندهم الشجاعة الكافية إن هم يواجهوا والدهم، رغم إن هو ليه مبررات بيتكلم إن هو في خلافات أسرية وبتاع، حتى ده لو موجود مش مبرر ان هو يعمل عملته. والنيابه العامه كانت سريعه في تحقيقاتها واحالته لمحكمه الجنايات، ومحكمه الجنايات من جلسه واحده تصدر حكمها. طبعا، ما هو ما هم دمهم حر برضه، يعني لما يشوفوا حاجه زي كده هيبقوا عايزين يخلصوها بسرعه وينقذوا البنات دي. طبعا طبعا، هو فعلا يعني الاتهامات اللي هو موقعة فتيات بغير رضاها، يعني وتفاصيل يعني الواحد ما بيحبش يتكلم فيها. ايوه، ان هو كان بيجبر البنات ان هم يختلي بواحده منهم في غياب الاثنين التانيين، ويجبر الثالثه ان هي على الممارسه تحت التهديد، يعني حاجات كتيره جدا وتفاصيل. تفاصيل ما فيش داعي ان الواحد يقولها اكيد يعني. بالفعل. ايوه ايوه طبعا. لا بس هو خد جزاؤه، وهو ليه حق في النقد، ولكن احنا عندنا ثقه في القضاء المصري ان هو هيجيب حق البنات دي، ده بلا شك، وبدليل على سرعه الحكم وسرعه التحقيق في هذه القضيه. فاحنا ما عندنا الشك، ليه حق التقاضي، ده القانون كفلهوله. لكن أيوه. حكم المحكمه من اول مره بعد ما شافت التقرير الخبير، وشافت تقرير اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان هو ده صوت. أيوة. واستمعت لشهود الواقع والتحريات حوالين الواقع والناس اللي هم كانوا اللي حركوا القضيه، والبنت الجريئه اللي عندها 17 سنه اللي وثقت هذا المقطع، حبيبه قلبي، النيابه والمحكمه كان لديها
قرار ويقين وعقيده بادانه المجتمع. انا بس قبل ما ادخل في القضيه الثانيه وهستاذنك يا استاذ يسري من فضلك خليك معايا ما تقفلش، انا عايزه اوجه رساله للثلاث بنات دول، انتوا ابطال ولو اي حاجه وحشه حصلت فيكوا انتوا مش سبب، بالعكس انتوا ضحيه، واي موقف صعب بنعدي بيه ممكن يخليني اقوى مش اضعف، مهما كان الموقف صعب اللي انا عديت بيه ومهما كان القسوه اللي انا تعرضت لها والعنف وخاصه من اقرب الناس ليا ممكن تخرجني من المشكله دي اقوى بكتير مش اضعف. والبنت اللي واقفه وما عندهاش استعداد انها تتنازل، برافو عليكي، اوعي تتنازلي عن حقك، اوعوا تتنازلوا عن حقكم، الراجل ده غلط فيكوا هياخد جزاءه وهياخد حقه، والدنيا والايام كفيله انها تنسيكوا اللي حصل، واللي جاي اكيد احسن، ما تعرفوش ربنا مخبلكوا ايه، فربنا معاكم واحنا معاكم، وانا مبسوطه بالجزاء اللي هياخده هذا المجرم. طيب في قضيه تانية برضو حصلت وهزت توقع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه ان هي كانت مصوره، وهي طبعا قضيه قهوه اسوان اللي مشهوره جدا دلوقتي، انه قهوه اسوان ومعروفه جدا طبعا في الكوربه، قهوه اسوان يعني، وجنبها محل عصير برضو معروف في الكوربه جدا، الاثنين جنب بعض، فحصلت مشادة وحصل كأنه ده بيتخانق على أماكن وده بيتخانق على الأماكن، لا المكان ده بتاعي لا المكان ده بتاعي، شكل المشكلة قديمة بقى لها أكتر من 5 سنين أو 5 سنين. فحد أعتقد أنه صاحب اللي هو المحل العصير رايح بيعتدي على المحل القهوة، عفوا المحل القهوة أسوان، رايح بيعتدي على ابن محل العصير، فتاني بيدافع عن نفسه فماسك سكينة في ايده ما بيقطع الفاكهة فقام قتله. فطبعا قضية انتشرت جدا وخاصة انها مصورة على الفيديو، كانت خناقة وانتهت انه كان في قتيل في الشارع. طبعا برضو هنرجع لسرعة القضاء المصري وخاصة في هذه القضايا الشائكة وخاصة القضايا والجرائم اللي بتحصل امام الجميع، فطبعا ده لازم بيكون فيها اجراءات سريعه جدا، يعني في خلال 6 ايام كان في جلسه محكمه، فده ده 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 معدل سريع قوي. فنعرف تفاصيل اكتر برضو معانا الاستاذ يسري البدري، يقول لنا تفاصيل اكتر عن القضيه دي. استاذ يسري، هذه الواقعه دي يا استاذه اميره بدات يوم 30 اكتوبر زي ما حضرتك قلتي، عن طريق مقطع فيديو مصور بدا يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. ايوه، خناقه بين اتنين، واحد بيحمل سلاح ابيض اللي هو مطواه، والتاني اللي هو عصير الفاكهه اللي ماسك سلاح، اللي ماسك سلاح عشان واحد تاني هو الفيديو لما ظهر ما كانش الملابسات بدات تنكشف، يعني ايوه الفيديو لما ظهر كان في حاله مرعبه روعت الشارع المصري كله، ده اللي خلى قطاع تكنولوجيا المعلومات في وزاره الداخليه على طول، المكان مكان معروف ومشهور جدا، تم تحديد المكان، تم تحديد الحساب اللي اترفع بيه، تم ضبط المتهم في نفس اليوم اللي هو انهى حياه جاره اللي هو صاحب مقهى اسوان او شريك في مقهى اسوان. هو صاحب المقهى ولا ابنه؟ ابن صاحب المقهى هو اللي توفى، والمتهم هو صاحب محل العصير اللي موجود صاحب في ميدان الكوره. المشكله كانت على ايه اصلا؟ المشكله كانت بسبب خلافات بين الاثنين، المتوفي كان عايز يطرد صاحب محل العصير من المحل ده بدعوى ان هو حصل على حكم قضائي وان هو ليه حصه في ملكيه العقار، لان هو اشترى الشقه اللي فوق المحل العصير، فهو بالتالي عايز يطرد صاحب محل العصير من المكان ده. الثاني رافض، خاصه ان هو بيقول وفقا للتحريات والمعلومات واستجوابه ان هو موجود في المكان ده من فتره كبيره جدا، وهو كويس جدا مع الناس وبيتعامل مع الناس، وهو مش بتاع مشاكل. أيوة. هو جاي من بلدهم عشان ياكل عيش، ده اللي قاله بالنص في التحقيقات. لكن هو قال برضه في التحقيقات ان هو لما مسك السلاح هو كان عليه 20 واحد بيضربوا فيه، فبيحاول ان هو يدافع عن نفسه، ده مبرراته هو. عايز يجيبها دفاع عن النفس، عايز يجيبها دفاع عن النفس. طب وهل الفيديو بيبين كده ان هو فعلا كان فيه هجوم عليه، ولا الفيديو مش واضح فيه الحدث؟ الفيديو اللي تم عرضه
لينا احنا جزء مختصر جدا من الخناقه. هو هيقدم فيديوهات في الجلسه اللي جايه. هو كان ليه اول امبارح جلسه قدام محكمه الجنايات مثل فيها المتهم محبوس بعد ما اجهزه الامن ضبطته، راح للنيابه، النيابه حققت معاه، احالته لمحكمه الجنايات. أيوة. ويحاكم قدام محكمه الجنايات، والمحكمه أجلت لجلسة 1 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهم في هذه الجريمة، مش اللي روعت مصر الجديدة بس، روعت كل الشارع المصري. طبعاً. إن احنا نشوف واحد ماسك سلاح بيطعن واحد ويرديه قتيلاً في منطقة مصر الجديدة، ويذكرنا بمشهد الراجل بتاع الإسماعيلية اللي كان ماسك سطور. لا مع الفرق الكبير يا فندم، لا مع الفرق الكبير، لأن هقول لك حاجة يا أستاذ يسري، ساعة الحادثة دي ده كان راجل يعني واخد كمية من المخدرات كبيرة جدا وكان دماغه مش فيه، لكن ده خناقة، لكن ده هنا خناقة على الرزق، فاهم يعني؟ أيوة. شوف سبحان الله. لا المشهد أنا ما أقصدش كده. المشهد هو في قصة ترويع الشارع المصري باستخدام السلاح الأبيض. ما هو هل بقى السلاح الابيض اللي كان معاه ده كان هو شايله، ولا هو كان فعلا بيقطع بيه فاكهه؟ لا دي مطوه، دي مطوه، مطوه مش سلاح شايله لتقطيع الفاكهه. دي مطوه. ودي لا يتم حيادتها او اقتنائها الا بتصريح يعني، ودي مش مسموح ليها. أيوة أيوة. ان هو يشيلها. كان اتعمل له تحليل مخدرات ولا لا يا استاذ يسري؟ في اجراءات كثيره خدتها النيابه العامه، ولكن ما فيش تحليل مخدرات، ان هو واعي جدا، ما فيش يعني تحت تاثير مخدر ولا أيوة حاجه. أيوة أيوة لكن أيوة. هو واعي ومدرك ومعترف ان هو اللي طعن الراجل ده، بس هو مبرره في القصه دي ان هو كان بيدافع دفاع عن النفس. مبرره ان هو بيدافع، بس ده ما فيش مبرر ان انت تبقى شايل سلاح ابيض وماشي بيه يعني برضو. بالفعل يعني حتى لو هو استخدم مثلا ادوات اللي هو بيقطع بيها الفاكهه او بيعمل، كنا نقول ده مبرر، لكن هو قصه استخدام مطوه ده معناه ان هو حي السلاح ابيض دون الحصول على اذن او دون الحصول على تصريح. طيب طبعا هي الشيطان اصله بيبقى في ثانيه، الناس ما بتحسش، انت بتبقى داخل خناقه ومتاكد ان انت ان شاء الله هتطلع منها سليم وبتاخد حقك، لكن هو الشيطان في ثانيه يعني بيعمل الكوارث دي، فيعني الناس تخلي بالها. وهنتابع القضيه دي يا استاذ يسري، ولكن احنا برضو بنرجع مره اخرى لسرعه القضاء المصري وسرعه الضبط وسرعه التحقيقات، وخاصه في هذه القضايا المهمه. استاذ يسري البدري مدير تحرير ورئيس قسم الحوادث بجريده المصري اليوم، انا بشكرك جدا، دايما الحقيقه بتدينا معلومات مهمه في الحوادث المهمه وفي المهمه دي. وطبعا بنشكر القضاء المصري، بنشكر الداخليه المصريه على سرعه التحقيقات وسرعه القضاء وسرعه في القضايا المهمه دي اللي بتهز الراي العام، ده شيء مهم جدا وبيحمينا من اي حوادث تحصل ان شاء الله. هنروح لفاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم باقي الملفات اللي معانا، استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. طيب فصل الشتاء داخل علينا، وطبعا في ناس لما بيجي لها برد بتبقى فاهمه انها فاهمه قوي وفظيعه قوي، وايه تقول لك لا احنا نروح ناخد حقنه البرد. وطبعا حقنه البرد احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده، وفي مسميات كتير ليها، اللي يقول لك حقنه هتلر والصاروخ والخلطه السحريه والكوكتيل، يعني الحقنه ليها اسامي كتير قوي. طبعا في ناس عندها حساسيه، ففي ناس بتموت فورا يعني، لو خاصه احنا قلنا كمان انه يا جماعه اي حد هياخد حقنه ارجوكم ياخدها في الطوارئ، ما ياخدهاش في الصيدليه، عشان لا قدر الله لو حد عنده حساسيه وما عملش التست قبلها، فلو في الطوارئ هيعرفوا يلحقوه، ولكن في الصيدليه مش هيعرفوا، ونقابه الصيادله منعت انه اي حد ياخد اي حقنه داخل الصيدلية. عايز تاخد حقنة روح خدها في طوارئ أي مستشفى، ده طبعا شيء مهم جدا. بلس بقى زائد إنه حقنة البرد دي ممكن تكون خطيرة جدا، ممكن تكون خطيرة جدا، وما احناش عارفين الخلطة بتاعتها دي معمولة ازاي. يعني في ناس بتقول إن هي عبارة عن مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للآلام، ده في ناس بتروح تاخدها من غير ما يكون عندها برد، بس عشان احتياطي، عشان البرد لما يجي يخش ما يجيلهمش برد، فده خطر جدا. والحقيقه ان وزاره الصحه عامله مجهود كبير قوي
في التوعية للناس إن هي ما تاخدش الحقن البرد والناس تخلي بالها وما تاخدش حقن أصلا جوه صيدلية. فوزارة الصحة عاملة مجهود، نقابة الصيادلة عاملة مجهود هايل جدا، ولكن والإعلام بنحاول برضو إن احنا أرجوكم خلي بالكم، في ناس كتير عندها حساسية وبتموت فورا، والحقن دي في ناس برضو شكة في فعاليتها ومدى خطورتها على الناس، وخلينا نتأكد أكتر. أنا معايا دلوقتي على الهاتف الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. يا دكتور أهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا المشاهدين. طيب أنا عايز أفهم حاجة مش فاهماها الحقيقة، يعني هي حقنة هتلر والحقنة السحرية والكوكتيل السحري والحاجات دي بتاعت البرد، الحقنة نفسها فيها مشاكل تعمل مشاكل صحية يعني؟ هي مشاكلها كتير جدا. اول مشكله ليها هو دور البرد ده عدوى فيروسيه في الاصل، لا تعالج اصلا في الاساس بالمضاد الحيوي. أيوه. بالتالي هو مش بياخد حاجه بتعالج دور البرد اصلا. امال الناس بتاخدها ليه؟ لان الناس بتشعر بارتياح وهمي بسبب وجود الكورتيزون داخل هذه الحقنه. بيشعر عشان كده بقول لك الصاروخ او الكوكتيل او هتلر مدى القوه اللي بتعملها الحقنه. ايوه. لكن كعلاج هي لا تعالج دور البرد. أيوة. ان البرد عدوى فيروسيه فبالتالي لا تعالج بالمضادات الحيويه. لا، ده هو بيأذي نفسه انه أيوة. بياخد مضاد حيوي بدون داعي، مضاد حيوي دوت هيضعف مناعته، هيموت البكتيريا النافعه اللي في جسمه. طب كمان ده بياخده كارثي جوه الصيدليه وبدون اجراء اختبار حساسيه، وانت حضرتك نوهتي خطوره عدم اجراء اختبارات الحساسيه. طب. او ان انت بتاخد حقنه مش في الطوارئ، صح، لا، في صدمه حساسيه وادت لوفاه الكثير من أيوة. يعني في الفتره اللي فاتت في اطفال ماتت في ناس ماتت جوه الصيدليه بسبب هذه الحقنه. ونرجع بقى نحبس الصيادله ونحبس اللي كانت واقفه في الصيدليه عشان هي اللي ادت الحقنه، ونقعد نلف حوالين بعض. طب وليه ما ناخدش حقنه في الصيدليه اصلا؟ بالفعل اولا بدون وصف طبي، ثانيا بدون داعي طبي، لان هي عدوى فيروسيه لا تعالج بالمضادات الحيويه وما لا تعالج بالراحه والسوائل وخوافض الحراره التقليديه، يتعافى الشخص من خلال مناعته من العدوى الفيروسيه. أيوة. حتى مضاد حيوي ضريت نفسك، ضريت مناعتك، عرضت نفسك لمخاطره ان انت يجيلك فرط حساسيه من المضاد الحيوي. طب ده بس؟ لا، ده لسه بقيه التركيبه. الكورتيزول ما له من اثار جانبيه كثيره جدا على مريض سكر وعلى مريض ضغط. ليه؟ لان هي يا جماعه مش بتبقى حقنه، هو احنا بيجي لنا كام دور برد في الشتاء؟ ايوه. احنا ممكن كل اسبوعين ثلاثه يجي لك دور برد وتروح الصيدليه، يبقى ما انت ايه؟ حصل لك ارتياح وهمي، اروح اخد حقنه البرد مره اخرى، فبالتالي انت هتلاقي نفسك خدت كورتيزون كتير جدا، خدت مضادات حيويه بدون داعي، موتت البكتيريا النافعه، قللت مناعتك، وكذلك ايضا بتاخد مسكن، ودي الجزء الثاني. وما بتعالجش البرد اصلا، دي مش حقنه بتعالج البرد، دي بتحسسك ان انت بتسكن لك الالام وخلاص. بالفعل لك ده انا عرقت، ده انا خدتها حسيت بارتياح، لا ده انت بكره هتتعب تاني، لان البرد هو ليه دوره 3 أيام لـ5 أيام والامور بتستقر. طب اعمل ايه ما يجي لي برد يا دكتور بقى؟ طب قبل ما يجي لي برد، طب ما انا اقول لك، ما تاخد مصل البرد، مصل الانفلونزا، ودي حقنه بقى موجوده في المصل واللقاح، بتقلل من مضاعفات البرد، الوقايه خير من العلاج. اخذ لقاح الانفلونزا مهم جدا وضروري في هذا التوقيت. طب انا ما خدتوش وجالي دور برد، احنا في شهر 11 دلوقتي، نبتدي ناخدها من دلوقتي؟ هي بتاخد في 10 و11 يعني دلوقتي ناخدها مهم جدا. في 10 و11 بالفعل. طب في لو انا بقى جالي دور برد، في المصل واللقاح وفي الصيدليات الكبرى. نايم. طب لو انا دلوقتي جالي دور برد اعمل ايه؟ مجرد الراحه، الباراسيتامول وخافض الحراره، فيتامين سي، بيتعافى الشخص، ما بتحتاجش لمضادات حيويه. احنا عانينا خلال ال4 سنين اللي فاتوا من ساعه كورونا باخذ كميات مهوله جدا من المضادات الحيويه، يعني ما لها من اثار جانبيه علينا كلنا. لا يا جماعه، البرد لا يعالج بالمضادات الحيويه، مجرد الراحه، السوائل، العصائر، فيتامين سي، خوافض الحراره التقليديه، بيتعافى الشخص من خلال مناعته، لا يحتاج نهائيا لاي مضادات حيويه. طيب ده احنا كده وضحنا للناس الصوره، وهنقول لهم تاني ونعيد ونزيد يا جماعه، ما حدش ياخد حقنه في الصيدليه، اللي عايز ياخد اي حقنه يتفضل ياخدها في طوارئ اي مستشفى حفاظا على سلامته وسلامه اولاده. ده لو صح كده دكتور؟ ده لو انا محتاجها طبعا، ما هو اللطيف في الطوارئ اللي هو احتياج. عشان في ناس بتكسل يا دكتور، انا عارفه المصريين يعني، عشان هو الطوارئ فيه دكاتره فممكن يروح يكشف في الطوارئ، الدكتور يقول له يعمل ايه كمان يعني. بالفعل طبعا. بالفعل ايوه بالفعل، بس هو في الاصل اصلا العدوى لا تحتاج للمضادات الحيويه ولا للحقن، محتاجة الراحة فقط لا غير، لأن زي ما قلنا عدوى فيروسية مش محتاجة الحقنة ولا محتاجة مضاد ولا محتاجة كورتيزون، مجرد راحتك والسوائل في البيت بتخف. طب لو محتاج وفيتامين سي، قلت حضرتك فيتامين سي وإيه كمان؟ قلت دواء فيتامين سي والراحة والسوائل والباراسيتامول اللي هي خافض الحرارة التقليدية، بيتعافى الشخص.
طب لو الدكتور كشف عليك واقر لك بقى زي ما انت قلتي حقن، هتاخدها فين؟ في الطوارئ. في الطوارئ. في الاستقبال، لا تلجا الى الصيدليات، لان هناك هتعمل في الاستقبال لو محتاج مضاد حيوي هتعمل اختبار حاسه داخل المستشفى، مؤمن بخط الطوارئ لو حصل لك اي لو حصل اي حاجه لا قدر الله. طبعا بشكرك بالفعل. جدا دكتور امجد الحداد مدير مركز الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح. ده يا جماعه مهم جدا ارجوكم، يعني لان احنا على مدار السنتين اللي فاتوا بالذات كان في حالات وفيات كتير جدا بسبب الناس اللي عندها حساسيه من المضاد الحيوي وفي الصيدليه بيعملوش تيست فأحيان كثيرة يعني، لكن في الطوارئ بيعملوا لك التست لا قدر الله لو حصل أي حاجة الطوارئ هتنقذك بسرعة. فأرجوكم ما ناخدش أي حقنة في أي صيدلية، وخاصة حقن البرد هي حقن مضرة مش مفيدة، وقلنا علاج البرد بيكون شكله عامل إزاي. طيب برضو في مجال الصحة دلوقتي، طبعا إحنا بصوا يا جماعة إحنا مش هنقدر ننكر إنه إبر المنجارو جابت نتائج مذهلة وعظيمة في التخسيس، ناس خست خسسان والنجوم خسوا والسليبرتيز خسوا والناس كلها بقت رفيعة وجميلة وما بقاش بص المنجارو حلت مشكلة التخسيس في مصر وفي الوطن العربي، مش هنعرف ننكر حاجة زي كده. ولكن مؤخرا ابتدينا نسمع حاجات تقلقنا، واعتقد احنا يعني البرنامج بتاعنا اول واحد اتكلم على ابر التخسيس من فترة طويلة. ايه اللي حصل؟ انه الفنانه الشابه هند عبد الحميد طلعت عملت فيديو وقالت انه جالها بسبب حقنه المونجارو شلل في المعده، معدتها اتشلت لفتره وحصل لها مشاكل ودخلت المستشفى والكلام ده كله. ممكن نشوف حته من الفيديو ونرجع تاني. تعالوا يلا. خير. اول حاجه عايزه اشكر كل الناس اللي كانت بتسال عليا، سواء بعتت لي او كلمتني او كانت بتحاول تكلمني وتوصل لي، وبعتذر جدا جدا لو سوري بعتذر جدا جدا لو ما كنتش قادره ان انا ارد او كده دي طول التعب اللي انا كنت فيه. شكرا بجد من كل قلبي لكل حد دعاي لي ولكل حد سال عليا او حد زارني. شكرا جدا 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 جدا. انا الحمد لله دلوقتي احسن وبتحسن. ثاني حاجه عايزه اقولها يمكن اقدر افيد اي حد، انا اللي حصل لي ده حصل لي بسبب حقن التخسيس. ما طولتش فيها خالص، خدت شهر واسبوع تقريبا، وبعد كده تعبت جدا 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 ودخلت المستشفى. حصل لي شلل مؤقت في المعدة، أدت إلى أن أنا مش عارفة أكل، مش عارفة أشرب، وألم رهيب، وكنت قاعدة على المحاليل. طيب الفنان خالد الصاوي كمان، الفنان الكبير طبعا خالد الصاوي، برضو طلع وقال أنا حصل لي شلل مؤقت في المعدة بسبب حقنة المونجارو. هل هي فعلا بتعمل مشاكل صحيه كبيره ولا بتعمل لناس وناس لا؟ يعني ممكن ناس ما عملت لهمش مشاكل وخسوا والدنيا عظيمه، وفي ناس تانية عملت لها مشاكل. طب هل ناس وناس ولا هي حقنه فعلا بتعمل مشاكل؟ المهم انا هجيب لكم راي دكتور دلوقتي هو الراي النهائي، ودكتور اسامه طه استشاري جراحه السمنه المفرطه بالمنظار والتجميل من الدكاتره الشاطرين جدا اللي انا شخصيا اثق فيهم واثق في رايهم وعارفه ان هو هيدلنا المعلومه الصحيحه. يا دكتور اميره هاني، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور اسامه، عامل ايه؟ فرصه سعيده جدا ان انا اكون مع حضرتك. ربنا يخليك، انا اسعد، بس انا عارفه ومتاكده انك هتدينا المعلومه الصحيحه. دلوقتي حقنه المونجارو حقنه سحريه، يعني بص مفيش كلام، هي بتخسس فعلا يعني، وعملت نتائج حلوه جدا مع ناس كتير. في احنا من اوائل الناس اللي استخدموا حقن المونجارو في السوق المصري. ايوه، بس هي مش المونجارو بس، يعني هو الجيل الجديد من الحقن اللي هو جي ال بي 1 اجونست، اللي هو يساوي هرمون الشبع، يعني حطوا هرمون الشبع والحرق في حقنه، وده تطور والحرق عظيم. كمان يعني كمان هنحرق. طب ما الموضوع مغري برضه يا دكتور. طبعا تطور عظيم جدا جدا وراء ار ان دي، وراء ريسيرش اند ديفلوبمنت بمليارات الدولارات من الشركات. كويس. الحقن زي الوجافي وزي المونجارو وزي زيب باوند والحاجات دي كلها دي جديده، الاسامي دي جديده انا ما سمعتهاش قبل كده. انا اخر تحديث عندي هو المونجارو. كل ده هيجي مصر بعد كده وهم بيعلوا على بعض، فالتكنولوجي بقت رهيبه. ايوه، بس الفكره كلها لازم يبقى في انديكيشن، في حاجه اسمها
انا ادي لمين الحقنه دي؟ اولا الحقنه دي ليس مش معموله لمرضى السمنه المرضيه المفرطه والتمثيل الغذائي، هي عامله يعني معموله للسكر، لمرضى السكر. لا برضو دي برضو؟ موجهه للوزن، لكن مش الوزن ده، يعني مش الوزن اللي زي ال 30 و40 و45 كيلو. امال يعني وزن دنيا كان ممكن تاخدها. خالد بيصاوي، لا دي مش معموله للوزن بتاع خالد بيصاوي. المشكله فين؟ المشكله عندنا ان احنا بنسمع من بعض ونروح نشتري من الصيدليه الدواء وناخده. اولا المونجارو فيه 5 تركيزات، 2.5 و5 و7 ونص و10 و12 ونص و15. ايوه تركيزات الابره. ايوه هبتدي بانهي تركيز؟ هدي لانهي مريض؟ اللي زايد قد ايه؟ المفروض ان في الجري زون، الجري زون اللي هو ما ينفعلوش تدخلات جراحيه، يعني اللي زايد من 15 ل 20 كيلو ماكسيمم هو ده اللي بنمشيه على المونجارو. طب قبل ما نمشيه على المونجارو وقبل ما نمشيه على الحقن دي لازم في تحاليل. ايه التحاليل يا دكتور اللي بيعملوها؟ التحاليل الغده الدرقيه، لان لو في حاجه في الغده الدرقيه ممنوع تاخد المونجارو، ممنوع تاخد المونجارو منعا باتا. لو في برولاكتين ليفل او هرمون اللبن عالي مش هيشتغل معاها المونجارو. لو مقاومه الانسولين عاليه جدا 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 ومشكله في البنكرياس نفسه، ده بيؤدي في يعني بيؤدي لمخاطر كبيره جدا، مش شلل معده وامعاء بس، لا ده بيدخل ناس في اكيوت بانكرياتيتس، يعني التهاب حاد في البنكرياس بيخشوا لا يعني. ثواني معلش، اللي بيجي لهم شلل المعده ده اللي هم بيبقى عندهم ايه مشكلتهم؟ بيبقى عندهم مشكله في سرعه تفريغ المعده، وان هم حساسين جدا للجي ال بي 1 اللي هو الهرمون اللي موجود في وده احنا بنميزه بمقاومه الانسولين. كويس، ده بقى اللي جالهم شلل في المعده عشان هم كانوا بيعانوا من المشكله دي، لان هم على ما اظن ان هو ما خدوهاش تحت اشراف طبي محترم. يعني هي الفكره كلها ان انا صاحبتي تاخد مونجارو فانا هاخد مونجارو زيها، انت هتجيبي 2.5 دي 2.5، اوكي، خمسه تاخد خمسه، اوكي. طب لا، دي هي اولا لازم تبتدي جرادولي، ثانيا لازم اول 48 ساعه من اول جرعه تبقى تحت اشراف طبي كلوس جدا 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 عشان لو في حاجه تتلحق. ثالثا في شويه تحاليل لازم تتعمل. رابعا لازم يبقى المريض في الجري زون، يعني اللي عايز يخس 7 كيلو 10 كيلو 15 كيلو وسقفها 20 كيلو، فوق ال 20 كيلو مش هينفع، لازم انك انت تربط الادويه طيب مع اجراء اخر ايا كان الاجراء. هل طيب ليها مده معينه يا دكتور اقدر اخدها بعد كده خلاص خطر؟ إن حضرتك ما تتعداش 6 شهور ل7 شهور بالمونجارو باي حال من الاحوال. بعد كده خطر بقى. انت ممكن تجيب لا قدر الله سرطانات في الغده الدرقيه، وبتعمل حاجات في قاع المخ، لان هي بتنزل مستوى السكر شويه في الدم، ولازم تمشي على تيلور دايت بلان، يعني وتيلور دايت يعني دايت بلان مفصل على حسب كل مريض وعلى حسب كتل العضلات والدهون عنده. طب معلش يا دكتور، طب ما هي كده خطر خطر برضه يعني. لا طبعا احنا عشان ناخد الحاجه بدون اشراف طبي. معلش حتى طب مشكلة. انا معلش سؤال بس، يعني حضرتك بتقول ما ينفعش اي حد ياخدها اكتر من 6 شهور، صح؟ ابدا تماما. طب معلش، طب لو انا خدتها اقل من 6 شهور مفيش خطوره عليا لو انا متابعه مع طبيب وبرضه وكل لا حاجه؟ لا متابعه مع طبيب والطبيب فاهم هو بيعمل ايه وعنده خبره كافيه في الحقن دي، بيبقى مفيش اي خطر خالص. تمام خالص، يعني مفيش مش ممكن يجي لي سرطانات في الغده الدرقيه ولا يجي لي حاجه؟ لا ابدا، لان احنا في حاجات ممنوع ندي فيها المونجارو اصلا، يعني لو عندي خلل في الغده الدرقيه، لو عندي حاجه في المدلل السم، لو عندي شويه حاجات كده، في لسته كده كامله ما ينفعش. طب سؤال حضرتك بتقول ما ينفعش اخدها اكتر من 6 شهور، طيب بالضبط. لو حد خدها 3 شهور او 4 شهور او 6 شهور وبعدين وقفها يقدر بعد فتره ياخدها تاني ولا لا؟ خلاص هي 6 شهور وخلاص. لازم يريح منها من 6 ل 8 شهور تاني. من 6 ل 8 شهور. من عندنا مشكلتين، المشكلتين ان هي مؤقته، فانت لو ما غيرتش اللايف ستايل بتاعك هترجع تزيد تاني في الوزن. ايوه. المشكله رقم اتنين الكبيره جدا جدا جدا، هو عباره عن البرسيشن او الدقه في تخزين الدواء. ايوه. المونجارو لازم يجي في درجه حراره معينه. والحقن دي لازم تتحط في الثلاجه، ما ينفعش تتعرض لحر شديد. للاسف شفنا في السوق المصري في الفتره الاخيره كميه مونجارو، انا اسف في الكلمه، مضروب. في يعني في حقن مضروبه في السوق. دي حاجه. هي بتدخل مصر ازاي اصلا؟ بتتهرب ولا ايه يا دكتور؟ ايوه، ومش بتتهرب. متهرب ومش مخزن بطريقه كويسه. وعامل مشاكل كثيره جدا. رقم ثلاثه الشق الثالث، ان في عيادات بتدي فايلز زي المونجارو كده، الفايل ده مش معروف مصدره منين، يعني حضرتك تروح العياده الدكتور يسحب لك سرنجه من فايل ويديها لك، انت كمريضه او كمريض سمنه انت لازم تبقى عارف ايه اللي انت هتاخده. لازم البرودكت يبقى في ايدك، انت اللي بتجيب البرودكت خلاص. طب ماشي، طب هما يجيبوه منين برضو؟ من مكان موثوق فيه يا دكتور؟
لا يعني هو حضرتك النهارده رياض بي ارمانيوس وايفا فارم المفروض ان هم وكلاء المونجارو، وقالوا ان هم خلاص قدامه شهر ولا شهرين وينزل مصر بطريقه بشكل شرعي. شرعي بالظبط. ساعتها نقدر نحاسب بقى الانفنتوري، نقدر نحاسب الستورج عامل ازاي، نقدر نبقى مطمنين. لكن للاسف ان في حاجات متهربه كتيرة جدا جدا وسعرها جداً عالي جدا يا دكتور، وسعرها عالي يعني سعرها بيتجاب هنا في مصر اغلى بكتير من بره، وبلاك ماركت يعني هي في السعوديه وفي الامارات ارخص من عندنا. طبعا السوق السوداء هنا طبعا. وبتوع الامارات كانوا بيكلموني يقولوا لي انتوا ساحبين المونجارو من الامارات، لان هو بيخش بطرق للاسف كل الادويه دي بتخش بطرق النهارده الليجل. فانا لا انصح متهربه حدد. بتخش متهربه. انا انصح ان احنا نخلي بالنا كويس جدا جدا جدا، نخلي بالنا من المصدر اللي جايبينه، نخلي بالنا لو واحد قريبي موجود في دبي ولا واحد قريبي موجود في السعوديه هتقولي معاك وخزنه بالطريقه الفلانيه وده كده ماشي، لكن احنا بيشتروا من اي حته، مش عارفين متخزن ازاي، مش عارفين فضل جوه الثلاجه ولا لا، وهو جاي من هنا بتحط في ظروف مهيئه ان الابره ما تبصش. بس عشان نطمن الناس كل الاعراض، مفيش دواء ملوش اعراض جانبيه، الاعراض الجانبيه مانجبل يعني نقدر ان احنا نتعامل معاها، لكن لازم يؤخذ تحت اشراف طبي لانه بيعمل مشاكل كبيره. طب اخيرا مش هي الحقن دي اصلا معموله لمرضى السكر؟ لا يا فندم، الجيل القديم اللي هو الساكسندا والفيكتوزا والاوزامبيك دول كلهم معمولين لمرضى السكر. النهارده المونجارو وجافي زيب باوند ده ماده ثانيه قريبه من مواد وده معمول للناس اللي عايزه تخس، وده معمول لمرضى السمنه. ده يعني معلومه جديده بالنسبه لي، يعني هو ضمن الليسته بتاعت الانشورنس. أيوه. الدول المتقدمه في امريكا وفي الاسكندنافيانز وفي السويد بيصرفوا المونجارو للناس اللي زايده في كتله جسمها من 15 متوافق عليها بقى، يعني منظمه الصحه العالميه موافقه عليها ومديه موافقه عليها وكل حاجه ابروفد وكل حاجه، ده بتصرف في التامين عادي بره بس مين للناس اللي زايده 15 ل 20 22 سنه، واللي الدكتور قايل لهم انتوا تقدروا تاخدوها بالظبط، لانه في ناس ثانيه ما ينفعش تاخدها. في مرضى سمنه مفرطه مرضيه كبيره جدا جدا، احنا بنعمل لهم العمليات وبنمشيهم على الدواء والعمليات عشان ناخد نتائج. ايوه يعني قصدي ايه، احنا نستغل لا يا دكتور اسامه، انا عارفه حضرتك خسست ناس كتير قوي يعني انا عارفه ده، حضرتك مخسس نص مصر. ربنا يخليك يا رب، مش هقدر اعتز بيها. يعني قصدي احنا نقدر نستغل التكنولوجي ونطبقه بطريقه صادقه في المجال الطبي. طيب. مش ان احنا الصيدليات حضرتك بتبيع الدواء ده اندر تيبل، تجاره يعني حضرتك بتكلمي الصيدليه يقول لك طب يومين واصرف لك فيه لان هو أيوة. مهرب. ايوه فده خطر جدا 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 يعني. ايوه صح. فاحنا نسعى يعني الناس اللي واخده الوكاله هنا ان احنا نجيبها بطريقه شرعيه ونبقى متاكدين انها جت صح، واخدها تحت اشراف طبيب بالظبط كده، فما تصرفش الا بروشته، وروشته مختومه وعليها الطابع الدمغه بتاعت وتبقى تحت اشراف طبي مظبوط عشان يبقى في دكتور مسؤول عنك. أيوة انا صح. النهارده بيجيني على فكره هي ما بقتش تتباع في الامارات دلوقتي غير بروشيتا. يعني في السعوديه في الامارات كانت اون شيلف، بقت بروشيتا. انا كل يوم بيجيني تليفونات من انحاء مصر مختلفه، الحقنا احنا خدنا مونجارو وتعبانين في حته ومحجوزين في العنايه في حته، ده بيوصل لمرحله انه بيجي يعمل التهاب حاد في البنكرياس. لو سمحت يعني لازم تحت اشراف طبيب، بس لازم نعمل شويه تحاليل قبلها، لازم نمشي على تيلور دايت بلان، لازم البروتين يبقى عالي قوي، لازم يتلعب معاه رياضه، لو ما تلعبش معاه رياضه بيزود حاجه اسمها اللاكتيت في الجسم، فالجسم يكسر نفسه، العضلات تكسر نفسها. اوف. فرجاء نخلي بالها. تخلي بالها طبعا. انا بشكرك جدا دكتور اسامه طه استشاري جراحه السمنه المفرطه بالمنظار والتجميل، دي معلومات مهمه يا جماعه، انا عارفه زي ما قلت لحضراتكم ان المونجارو جابت يعني نتائج سحريه مع الناس خست قوي ففرحت بنفسها، ولكن لازم نخلي بالنا، لازم اتاكد ان انا جايباها بطريقه شرعيه وانها اتخزنت صح وهي جايه لي وهي فعلا ابره مونجارو مش حاجه متهربه او اي حاجه مش مظبوطه. تاني حاجه لازم اخدها تحت اشراف طبيب بعد ما بعمل تحاليل معينه، لانه في ناس صحيا ما تقدرش تاخدها ومش المفروض انها تاخدها، وفي ناس تانيه تقدر تاخدها لمده 6 شهور بس، بعد كده لازم اوقفها، ده لو ينفع اخدها في الاساس. فدي معلومات مهمه جدا، الناس اللي تعبت وجالها شلل مؤقت في المعده ده عشان هم كان لازم يعملوا تحاليل ويعرفوا ما يقدروا ياخدوها او ما يقدروش ياخدوها، فده مهم جدا ان احنا نعرفه. هنرجع نكمل باقي ملفاتنا ولكن بعد الفاصل، استنونا.
في فيديو انتشر جدا برضو على السوشيال ميديا، ما كل حاجة دلوقتي بقت على السوشيال ميديا أصلا، ليه سواق ميكروباص وناس راكبة معاه طبعا يعني حمولة كبيرة قوي، مش ماشي على الطريق العادي ولا الطريق الجانبي ولا ماشي عكسي، لا ده ماشي على كوبري المشاة، يعني ما شاء الله حاجة يعني غريبة جدا، فماشي على كوبري المشاة والركاب بقى مصورينه وايه وبيشجعوه. الفيديو معانا صورة يا جماعة وصوت؟ معانا صوت وصورة؟ ورينا كده عايزين تشوفوه. بصوا بصوا بصوا. ايوه يا ام غندور. يا جدعان احنا ماشيين على كوبري المشاة. ايوه. ايه قدرت تركينا ولا ارجع سنة في سنة ياب راحتك يابا خالص تعملنا انجاز ما بعد انجاز دلوقتي والسلام هات المراد سنك يا عم حسين طيب يعني انتوا بتحيوه طب كوبري المشاة على فكرة مش معمول ان هو يستحمل حمولة ووزن زي ميكروباص بالركاب اللي فيه، لو كان وقع بيكوا الكوبري كنتوا هتفضلوا تضحكوا برضو وتحيوا؟ يعني ازاي كده؟ وليه اصلا؟ طبعا مشهد خطأ جدا وقبضوا على السائق ده لان هو عرض حياته وعرض حياة ناس تانية للخطر. وكانت ساعتها تبقى حادثة ويقول لك اصل حصل واصل ميكروباص ماشي على كوبري مشاة، ازاي يعني بأي عقل وبأي منطق؟ برضو كان في فيديو تاني انتشر لعربيات ماشيه في الشارع عماله بتستعرض ويجوا يمين وشمال ويفتحوا البيبان ومش عارفه ايه، وده بيحصل للاسف في احيان كثيره يعني، ولكن ده بيعرض برضو حياتهم وحياه الناس تانيه للخطر. لما تفضل ماشي عربيات كتير ماشيه ورا بعض، ماشيه بتعوم في الطريق وماشيه فاتحين البيبان وماشيين طبعا كارثه كبيره. الفيديو برضو اتجاب والداخليه جابته وجابت الناس اللي كانت عامله كده وبرضو حصلت لهم مشاكل. طب وليه من الاول؟ طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف اللواء الدكتور ايمن الضبع استشاري السلامه المروريه، يدينا تفاصيل اكتر ويقول لنا لو حصل كده او لو تكرر تاني المفروض العقوبه بتكون ايه. يا سياده اللواء اهلا بيك يا استاذ امير. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك استاذه المشاهدين، اهلا بيك. ايه الحوادث دي؟ الميكروباص اللي كان سايق على كوبري المشاة والناس الثانيه اللي ماشيين عمالين بيعوموا في الطريق وبيعرضوا حياه المواطنين للخطر، يعني انتوا بتتعاملوا مع الحوادث دي ازاي وبتتعاملوا مع الحاجات دي ازاي؟ والله اسمحي لي في الاول يعني اسجل شكري وتقديري لقناه النهار ولحضرتك على تناولكم مثل هذه الافعال السلبيه اللي بيتم رصدها على الطرق، وده جزء مهم جدا ودور للاعلام كلنا بنقدره، لان احنا محتاجين ثوره كبيره على المفهوم الوعي الشامل، الوعي العام للمواطنين في استخدام الطرق طبعا، لان هو الهاجس الخطير اللي بيمثل خطوره شديده جدا على الطرق. يعني الدوله قامت بمجهود كبير جدا في انشاء شبكه طرق غير مسبوقه، 7200 كيلو من الطرق المحوريه بمواصفات كوديه، 10000 كيلو من الطرق المحليه تم رفع كفائتها، كلفه كبيره جدا قامت بها الدوله، لكن يبقى مستخدم هذا الطريق. ايوه. الطريق بقى استخدامه بضوابطه، استخدامه وفقا لقواعد السلامه واجراءاتها، ودي محتاجه كثير من العمل الجاد والمخطط ليه وفق استراتيجيات محدده للارتقاء بمستوى الوعي. مش الداخليه لوحدها اللي هتقدر تعمل ده، الداخليه بتقوم بدور الضبط بعد ارتكاب المخالفه، ولكن الوعي بمفهومه الكامل محتاجين كثير من الجهود من كل الاجهزه الرسميه والمؤسسات اللي بتعمل في المجتمع والاعلام، الاعلام دور وشريك له دور وشريك اساسي في موضوع والوعي عند الناس، لازم جانب. الناس يبقى عندها وعي طبعا ان انتوا كده، وبعدين لما تحصل حادثه تقولوا اصل حصل حادثه وناس ماتت، طب ما انتوا من الاول حد يمشي على كوبري مشاة ميكروباص. يعني اعتقد يعني افعال اللي حضرتك عرفتيه ده جزء منها، لكن كل يوم عندنا مثل هذه الافعال السلبيه الخطيره اللي بيكون نتيجتها اما نتيجتها المباشره المصادمات وما ينتج عنها من ضحايا ومصابين، او من كلفه ماليه، او من تاثير اجتماعي كبير جدا. يعني طب المخالفات الخطيره دي يا سياده اللواء بتكون عقوبتها ايه؟ المخالفات اللي ممكن تؤدي بحياه الناس. الجزء الثاني اللي انا كنت هتكلم فيه، يعني الجزء الثاني ان دلوقتي طبعا النيابه العامه مشهوره بتضرب بيد من حديد على مثل هذه الافعال، فور العرض عليها. يمكن شفنا
كثير من القرارات للسيد الفاضل نائب العام، والداخلية بتقوم بالضبط فور ورود مثل هذه الظواهر على الطرق، سواء عرضها عبر وسائل التواصل أو عرضها عبر الإعلام زي حضرتك وفي القنوات المختلفة. بيتم فورا التحرك من قبل ضباط البحث الجنائي، وبيتم ضبط الحالة وتحرير محضر لازم وعرضها على النيابة، والنيابة بتقوم بعرضها على القضاء، وفي عقوبات شديدة، العقوبات بتصل إلى الحبس. وأنا عايز أحذر بشدة هذه الأيام، العقوبات بيتم الحد فيها بالحد الاقصى، الحكم فيها بالحد الاقصى اللي هو بيوصل لقد ايه يا سياده اللواء؟ للحبس، الحبس بحد اقصى 6 اشهر. ست شهور. ايوه، والغرامه الماليه الشديده والمغلظه، وفي حاله العود بتضاعف العقوبه الماليه والعقوبه المقيده للحريه. ايوه، فانا عايز اخواتنا الشباب خصوصا الشباب يعني خلوا بالكم من الحاجات دي، خلي بالكم طبعا. مش 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 يعني مش هزار الموضوع، مش هزار خالص. لا، أجهزة الدولة موجودة وموجودة بشدة، كاميرات المراقبة بتقوم بالالتقاط، يعني يوميا غرف العمليات بتضبط مثل هذه الأفعال، وفورا بيتم الدفع برجال البحث الجنائي ويتم ضبط مثل هذه الأفعال، وبيتعرضوا هم وأهلهم لإشكاليات كبيرة جدا، ودي يعني بيندموا حين لا ينفع الندم. فأنا بقول لإخوات الشباب من فضلك الطريق للاستخدام الآمن، ما تعرضش نفسك للخطورة والآخرين لخطورة شديدة، بالإضافة للعقوبة، والعقوبات زي ما قلت عقوبات شديدة ومغلظة. أيوة. الناس تخلي بالها، الناس تخلي بالها. اللي هو الدكتور أيمن الضبع استشاري السلامة المرورية، أنا بشكرك جدا على المعلومات دي. الناس لازم تخلي بالها يا جماعة، الموضوع مش هزار، مفيش داعي إن أنا أتحبس 6 شهور أو أدفع غرامة كبيرة كمان، يعني ما ناخد بالنا أحسن. طيب، في فيديو تاني انتشر والقنوات طبعا الإخوان خدته واستلمته على ومنصات تانية خدته واستلمته، مجموعة من المدرسين جايبين الفيديو، جايب كده يعني مجموعة من المدرسين وهم بينطوا من على سور أحد المدارس. طبعا الفيديو انتشر، قنوات الإخوان خدته وقالت له بصوا المدارس في مصر، وبصوا وزير التربية والتعليم الجديد، وبصوا إيه اللي بيحصل، والمدرسين بينطوا من على سور المدرسة. الحقيقة إحنا وفريق البرنامج عمل تحقيق في القصة دي، كنا عايزين نعرف طب اسم المدرسة إيه، طب ده حصل فين، طب إيه الموضوع. وإحنا بنبحث في الموضوع اكتشفنا المدرسين زي ما حضراتكم شايفين كده لابسين شتوي. طيب يعني إمتى؟ طب ده فاكتشفنا بعد التحقيق إنه ده فيديو قديم جدا، ده فيديو في 2016، ده مش فيديو دلوقتي خالص. الناس اللي طالعه تقول اصل وزير التربيه والتعليم الجديد، واصل اللي بيحصل، واصل الفصل، فالفيديو اصلا من عام 2016، وكان ليه حكايه كمان بقى. حكايته ان المدرسين كانوا في المدرسه بيصححوا الامتحانات، فالوقت اتاخر جدا، الامن بتاع المدرسه فرض الامن قفل باب المدرسه، فالمدرسين خلصوا تصحيح وكانوا عايزين يطلعوا، معرفوش يطلعوا لان البوابه مقفوله زي ما حضراتكم شايفين، فاضطروا ان هم ينطوا من على السور. ادي كل الحكايه، لا مدرسين بتهرب ولا الكلام ده، والفيديو انتشر بعناوين مش صحيحه، واحنا بعد التحقيق اكتشفنا ان ده فيديو في عام 2016، يعني فيديو قديم مش جديد، لمدرسين كانوا بيصححوا الامتحانات، فرض الامن بتاع المدرسه قفل الباب عليهم، واضطروا ان هم بعد ما يخلصوا تصحيح وخلصوا متاخر، اضطروا ان هم ينطوا من على سور المدرسه عشان خاطر يروحوا. ادي الحكايه وما فيها. نروح لملف تاني وهو ملف الذهب. طيب الذهب طبعا احنا بنحب الذهب، نحب نشتري ذهب ونحب نستثمر في الذهب ونحب نحوش ذهب، وهو استثمار اكيد جيد، ولكنه استثمار طويل الامد مش قصير الامد. يعني الواحد لما يشتري ذهب ما يستناش يبيعه كمان شهر ولا شهرين، لا، يستنى يبيعه كمان سنه او سنتين عشان يكون استثمار جيد. طيب، هل الذهب انخفض سعره؟ هل ارتفع سعره؟ تعالوا نشوف تفاصيل اكتر. سعر الذهب النهارده عيار 18 وصل ل 3240 جنيه للجرام، عيار 21 وصل ل 3780 جنيه للجرام، وعيار 24 وصل ل 4320 جنيه للجرام. معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ نادي نجيب، السكرتير السابق، السكرتير العام الحالي لشعبه الذهب باتحاد الغرف التجاريه. اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. انا اسفه على سابق حضرتك حالي بعتذر لحضرتك. طيب عايزين نطمن على الاسعار، الاسعار في فتره ارتفعت جدا والناس زي ما حضرتك عارف بالتاكيد بتحب ان هي تستثمر في الذهب وتحوش في الذهب. ادينا معلومات اكتر يا فندم. بالنسبه للذهب طبعا ده سلعه عالميه وبيتاثر احنا سوق مفتوح على الخارج بنتاثر بالبورصات العالميه، وحاليا سعر الاوقيه وصل ل 2685 دولار للوقيه. ودي طبعا بتشكل هنا انخفاض شويه لان سعر الاوقيه كان معدي نزل شويه، سعره نزل شويه. نزل ليه؟ نزل. ليه 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 من ساعه لما ترامب كسب في الانتخابات الامريكيه السعر نزل شويه؟ طيب ما هو عشان ساعه الانتخابات ما كانت شغاله، كان في طبعا ذبذبه جامده جدا وكان في تضارب يعني وعدم استقرار، فطبعا لما ظهرت نتيجه الانتخابات ان ترامب ونجح فطبعا دي عملت هدوء في السياسه الامريكيه يعني او في السياسه في الخارج، فده طبعا نتج عنه حاله استقرار شويه، يعني الناس ما كانت قلقانه وكانت بتشتري ذهب على اساس انه يبقى ملاذ امن ليهم. ايوه فلما عرفوا نتيجه الانتخابات لان كان طبعا مش عارفين مين اللي هينجح ومين اللي هيعمل، وعلى هذا الاساس كانوا بيشتروا ذهب. حاليا طبعا بعد ما ظهرت النتيجه هدي الحاله السياسيه فنزل شويه اسعار الذهب فنزل اسعار. طيب حضرتك تنصح الناس يشتروا دلوقتي ولا ما يشتروش دلوقتي؟ هل هو وقت مناسب للشراء؟ طبعا الوقت حاليا لان وصل عيار 21 حاليا 3765 جنيه للجرام عيار 21، وده سعر كويس جدا لانه كان 3850 قبل كده. ايوه فطبعا فرق جامد من 3850 ل 3765، ده فرق يعني كويس جدا. اللي عايز يشتري حاليا يشتري، واللي داخل على شبكه ما بتفرقش معاه لان طبعا لو هياخد 20 30 جرام بتبقى يعني حاجه بسيطه. طيب. وعلى هذا الاساس اصغر سبيكه بتبقى كام جرام؟ عشان انا برضو دايما بحب اسال الناس السؤال ده عشان الناس تفهم ان في سبايك. اصغر سبيكه بتبقى كام جرام؟ جرام. يعني في سبيكه لانه عاده الاستثمار بيكون احسن يكون في السبايك او في الجنيهات او في كده، مش تكون حاجات مشغوله عشان قيمتها تبقى فيها، ففي سبايك بتوصل لجرام طبعا. صح؟ طيب. في سبايك جرام. ده انا بس بحب اقول كده للناس طول الوقت، فده وقت كويس ان انتوا تشتروا ذهب. انا بشكرك جدا. مناسب جدا جدا للي عايز يشتري طبعا. انا بشكرك جدا استاذ نادي نجيب السكرتير العام لشعبه الذهب باتحاد الغرف التجاريه على المعلومات المهمه. يبقى يا جماعه ده وقت مناسب ان احنا نشتري الذهب. طيب طبعا كان عندي ملفات تانية ولكن للاسف الشديد الوقت خلص. هشوفكم إن شاء الله في ملفات جديدة وفي حلقة جديدة من خلاصة الكلام. كنت معاكم أميرة بدر، سلام.